باش نمشي بيه ولا ماشي مشكل. هذه واحد الناحيه راه لاحظت باللي كاين مخالفات 2010 هي اللي كانت هدف ودفع الاسباب. علاش زعما ديك 2010 كانت المخالفات قارة في الدياجرام ديال الصوم؟ كاينين مداخل في 2012 مرتفعة الأسباب، علاش؟ ولدي كان نلاحظو حنا ولاد البلاد اللي متوجدة اللي نعقلو أن الغابة تاع سيدي معفى بكرة غابة بكرة اللي نعقلو الغابة تاع سيدي معفى أن الغابة تاع سيدي معفى ما جاش في العرض باللي السنة الوفية كيما درتو الدياجرام ديال المخالفات ديال بغينا نشوفو راه جات تقريبا في التدخل تاع الاخ موحد حتى انا بديت نتعمد باش نكررها وهي لا بروبورسيوناليتي لا ريوسيت ديال لي زاميناجمون كريي فاهمين ياك بغينا نسبت النجاح نتاع المساحات اللي هزتوها ومشيت ستادير 2008 فين كانت الغابه 2009 2010 ايفولوسيون ديالها تطور ديالها كونكري فين عطاونا كونكري فين هي ما عطاوها الناس هكذا في العرض باش ولا في الصور باش نعرفوا بلي الغابه ديالنا راها كتطور في الوتيرا. لأن مشيتو هذا هو اللي كيرجع على محاربة التصحر بيان سور هذا راه في السياق ديال محاربة التصحر تقريبا هاد الساعة هادوما التي هادوما الملاحظات اللي عندي لأن ما يعني الامور بخير وعلى خير ولكن كيف قال السي دوالي اعتقد في اجتماع ما الى الفلاحه كنشوفوا الزواق الخضر والاحمر والصفار بالتالي على ما نجي نشوفوا ما ندخلوش كل شيء بخير ولكن في الواقع لا خلينا نشارك الاخوان السي محيط والحسن على ان الواقع الغابه هي في انضطار يعني ربما ما قلت ما اقول انها شبه اجماع ولازم نشوفوا على ان الغابه في الواقع او الشعوب او الجفاف ماشي يسمى وليد اليوم كما في المنطقه الشرقيه كتعرف 30 عام ديال الجفاف اللهم الا استثنينا بعض السنوات هي معروفه 4 أو 5 سنوات ولكن نشوفوا امام هذه الظاهره ان الغابه يعني بصراحه اللي كملها هو الشقر امام المراه والمسمع الحراس ديال الغابه ولا جينا نشوفوا على ما نطلبوا على ان باش تكون الجنه وتخرج لاي مكان تنوجد حتى كل شيء باش تجد الفخر تجبرها من قلب ديال السكنه ديال الحارس دونك الغابة ما يمكنش على ان مثلا الحارس يشوف على ان الشقور ديال فيها وما يمكنش ما دونك جا في التدخل ديال السيد مرتين مرة حقيقة كاين هنا في بعض المخالفات حتى هذيك المخالفات فيها واحد النوع ديال صوب هذه المخالفة هذا ماشي هذا لا هذا كاين توافق باش نهضرو بكل صراحة لان هذه بلادنا وكيف قال السي محيط على ان هذيك الغابة انا تنشوفو غابة ملي كنشوفها من بعيد راه غابة ولكن الغابة مثلا سميتو نقول نكونو صريحين على انك منها الشاطر وتنشوفو كذلك الفحم اللي كيتباع يعني من قرب من الغابة على 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 عيوننا وكيف قلت على ان السيد المدير الجهوي اللي الغابة اكد على الاستنجاد ديال القطعة ديال الغابة بغيتنا نشير قد كانوا دائما راه كان ما كانش هذا الدعم ديال الحكومة وديال وقلعات واحد ما كاينش شي برامج في هذه الجامعات اللي عندها شي برامج باش تغطى باش تغطى هذا بالنسبة لمواد الكلام ديال السيد
الغابة هي ثروة وطنية ما فيهاش هي ملك الجميع ويجب المحافظة عليها ويخص تطبيق القانون بكل صرامة. ولكن ما نحملوش المسؤولية فقط للإدارة ديال المياه والغابة، لأن كما نهتم بالموارد البشرية تبقى جوج الناس ولا ثلاثة ولا أربعة. حيت المسؤولية ديال الحفاظ على الغابة هي مسؤولية الجميع. كنظن بأن الجماعات المحلية هي كتحمل المسؤولية المقصود الأوفر، لأنها هي اللي تعين المكان وكاين ممثلين ديال السكان تما اللي خصهم يعينوا الناس وخصهم يبلغوهم يعني القيمة ديال المكان. الآن عندنا ما كاينش ديك القطع كما أشار الإخوان، ولكن الجفاف وغير ذلك الغابة في الطريق من نشوفها كتبرها على خير، يعني كاينة، ولكن اللي يدخل في الوسط أما يقرب من 50 إلى 60 قطعة من هذه الشجرة، يعني خوات يعني تهربت الغابة. ومؤخرا في السنوات الأخيرة وحتى هذه اليمن تبدا واحد الحديث على حول مشاريع استثمارية وكذا داخل الغابة وذلك، يعني ما عرفتش أنا واش نيو الغابة نازلت على الغابة وذلك، لأن كاين واحد الترامي كبير جدا من قبل بعض أنا كنسميهم طامعين في الأراضي ماشي المشاريع الاستثمارية وذلك. نتمنى انه حتى الا كان شي مشروع استثماري يخدم المنطقه ويشغل لنا اليد العامله وذلك، على الاقل يعني يحافظنا على الاشجار، لان الغابه انا كنعتبر تقريبا كاسياج مدينه وجده، عماله وجده. اذا مشيت ديك الغابه مدينه وجده اولا على مراه المطرح العمومي، لاحظ ان شحال غادي تخفف لنا ديك الروائح الكاريه ديالي، وحنا عندنا مركز الاعمال يعني كاسات السيد ديال المتطبع المطرح العمومي كيجي مراه، يعني اليوم نفكروا اننا نزيدوا نعمروا ذاك الاماكن الفارغه واللي حصلت بحث فيها التعليم. ثم حتى اذا كان شي مشروع استثماري وغير ذلك على الاقل يمس الناس، ما يمس بديك الاستشراء اللي كاينه تما. اما تكون مثلا كاين مشاريع مثلا كتربيه الملاح ولا كمشاريع مثلا الخيول او غير ذلك. الغابه اللي طريقت نخرجوا من المنطقه العمومي سميتها شكرا هذيك الغابة من عبد الطريق تويست، نخرجو من المطرح العمومي وغادي وغادي مع المطرح العمومي ديال وجدة مع طريق سيدي يحيى مع طريق عون السراق، ونخرجو في الطريق اللي تدي تويست كاينة غابة درني خاطري كنمشي ندير شي دورة تما كتجبر تيبا شجر طايح. وكنت متسائل زعما لاكوز ما هي السبب ديال هذاك الرشدة اللي طايحين زعما هكاك بحال صوت الدباطاج تاع الزهر، ولكن بلا راسي ديالي لا زعما ماشي على باطاج بلا سيد كيك ولا، مي على باطاج افيك لي راسي كنت واش ستي مراتي ولا ستي لا ستي سي فوا هذيك ضرني خاطر بزاف داكشي كاين داكشي إلا ما نشرب هادي هنا عفارة تنوص بهاديك إلا بقى داكشي غادي تكون كيما هادي كلها. قلت واحد الجواب هكذا من باب الغيرة حتى هاديك المنطقة. شكرا. هادي مسألة الشباب مسألة أنا ابتداء من 2011 يعني فاش جيت لهاديك المنطقة الربوع يعني ديال الوطن ديالنا فاش تعينت هنايا يعني حرصت واحد الحرص تام على أساس أنه إذا درت واحد لاكسيون خصني نوقف عليها وندير لها التقييم ديالها، فهمت بالك؟ القضية هنا شي إعجاب في بعض الأحيان تيكون إعجاب، يعني مسألة قلة التساقطات اللي جينا نشوفو أنا وقفت يعني على أن بيبي مثلا اللي زعما نوقف عليه بيدي يعني تنتبعو تنمشي ليه وندوز واحد 10 أيام ولا كان جوج عاوتاني نمشي ليه وتنشوف يعني مالوزمون منين جات ديك الغابة الشرابية شهر 8 نهائي اللي فات هذاك ربما ما جا 2011 متي يعني بقات غادية يعني لو بورسونتاج دو يوسيت تنشوف فيه تنشوف فيه تنشوف فيه وصل واحد المرحلة سي لا كاتاستروف يعني نقول لك 350 قطار نجحت ليا فيها 150 شكون واحد وزعما هذه بلو سويب يعني سي واحد من واحد النقطة ديال التتبع تبعتهم شخصيا حتى ما تقني يعني دو تيلسوب لا من ناحية ديال الكيمياء لا من ناحية المساحة ولا من ناحية ديال يعني جميع يعني لا من ناحية ديال راه إذا ما كناش دخلنا واحد 20 ولا 30 ديال الخاقة عباد الله غير بور لي زانتيميدية والذباب هادو كتلقاه سرح بالليل
الغباء كيما ماشي الدار كتمشي كونجي وعند الحديد الباب الحديد وعند سميتو راك خايب عليك تقول ست الله نرجع ما نلقى والو دونك هاي فما بالك يعني بالنسبه لولا ولكن درنا جميع الوسائل يعني وقفت عليها شخصيا على اساس باش نعرف زيد عليها المساله ديال العراب العراب السي محيب انا متفق معك العراب حتى هو حاولت هذه العماله ديال 2011 شوف في اطار البرنامج 2011 انه نزيدو نديرو واحد دو زاروزاج لان ان بلون اللي هو في لا بيبينيير اللي هو تيتسقى مثلا صباح وعشيه تدير ليه الباج على واحد المده ديال 6 شهور ديال 7 شهور ولا ديال 8 شهور وتتهزو وتديه للبيريمتر على برا الغابه اللي هو سي با دو لاكريكولتور سي با دو سي يعني تيقول انت ودي يعني وقت تخدم على التساقطات ما تخدمش على شي حاجه اخرى انت ترجع حتى للارشيف من الوقيته ديال كاع من لا كرياسيون ديال ميور غابات سيتي توجور يعني كوم سا يعني مع الكلمة تيخدم ولو بيريمتر تيتعاود ويتعاود ويتعاود حتى يقبض حتى المهم تيشي لانها يعني سو سون دي مونطون يعني ماشي دي مونطون هادو كبار يعني ما يمكنش انا غادي نوض انفيستي الا جيتي تقول بغيت تسقي في الغابه سي تري تري ديفيسيل ماشي يعني ماشي مساله ديال كاين تجربه دابا راه كاينه في اقليم الصويره بالنسبه للعراب دارت اونيكمون بالنسبه للعراب ان العراب كان كاع سيدنا منصور كان في الكناس ديال الفلاحه في المعارض ديال الفلاحه يعني كان وجه واحد السؤال مباشر على العراب يعني باش يعني قال ليه كيس كيس باس بالنسبه للعراب انه يفهم خص الناس يعرفوا وخاصه المنتخب هون قلنا ان هذا هو القرار اللي غادي نخرجوا به وهو تكوين لجنه اللي غادي تخرج للميدان قبل ما تكون بين هذا الشهر ونقول هذا الشهر لان انا ضلينا ندير تنساش ما بين لنا في تحت الحيط ان كاين ناس سميتو على هو السر لا ماشي هو السر والسبب هو على انه كاين هذا الاختياع ديال الاشجار وترجع للفحم هذا منذ زمان ماشي اليوم واخيرا كنت تقول ثاني من الحيط واحد النقطه ديال الخنزير اللي هو كيهضر بالزراعه كيهضر بالفلاح الفلاحه اجمالا بغينا مثلا سميتو ما جاتناش على كذلك معروفه بناء على معايير الفقر اللي كانت 30% ومن بعد غطات 14% وعرفنا على صعيد العمل انهم ثلاثه الجماعات فقط هما اللي مانيين جماعه ديال مستر كيس اللي هو مروان الصاد باقي الجماعات اللي مستعد باش تبقى عندها برنامج واحد اللي يمكن تقدم في اطار المشاريع ديالها هو البرنامج الافق اللي تيعني الجميع وهذا البرنامج الافق يعني المبادره تجمع عند الفاعلين ماشي البرنامج اللي تيمشي عند الفاعلين فهنا تخص الجامعه ولا الجمعيه هي اللي تقدم المشروع البرنامج والبرنامج تاع كاين لجان اللي تدرس هذه المشاريع ولا شافت ان المشروع تيحدى عنده اولويه وتيحدى مصداقيه راه تيتقبل ولكن ماشي برنامج باش يقول انا جيت عندك باش نمول دونك هاد الا تشوف الجماعه ولا كاين جمعيه اللي تحمل المشروع ديال المركب الاجتماعي فاعتقد مراقبه كل سنة جوج مرات يتعلموا على طلب مشاريع مش مشاريع زيادة في طلب البرنامج أنا ذاك تدرس بالنسبة للمركز الصحي فأولا خصكم تشوفوا مع وزارة الصحة هي الأولى وماشي شفوية خصكم التزام اتفاقية رسمية أنهم تلتزموا بالتجهيز وتوفير الطاقة الطبية والتسيير هذا هو المهم ماشي المهم هو البناء راه في الصعيد الوطني كاين عشرات المراكز الصحية اللي راه مسدودة لا هو في اسمي القريب جا المركز الصحي المسدود هذه عامين هو مسدود حنا ما عندناش كاين خريطة صحية وعندنا نمرة في الأطباء والممرضين إلى آخره يعني من الجامعة الإسلامية راه هذه السكينة ديالها الضعف ديال هذه السكينة ديال سيد موسى مريم القريب وكذا ليس في التصدح لأن المشكل في المركز الصحي راه ماشي هو البني المشكل ديال التسيير والتجهيز ديالو هو الا كنت هذه المشكله انه يتحل مساعدات وزاره الصحه كتابه انها تتوفر فالبناء حالو سهل كما قال السي حميد ربما واحد مليون ديال الدراهم راه كافي باش يبني مركز الصحه ربما اقل كاع شكرا للسلامه